شوي ديزولي البنوك الكل مسكرين خاطر ويكاند وزيد حتى كان جاو محلولين لازمنا نعلموهم من قبل وانت تعرف الشيء هذا يا سي نديم قولي قداش عنا في الكاسه نتاعنا فيس باه سي نديم تا نشوفهم قول فيس شوف اضربوا رواحكم حاجتي بالفلوس الكل نحبهم قدامي تو نديم يا اخي فما مشكله ولا شنو سي نديم جمعتنا بطبيعتهم قاعدين يثبتوا في الكاس اما فريمون ديزولي هذا مبلغ كبير برشا ما نصورش كان نجمو نامنوه خلينا نبعث لهم تعليمات في الحكايه هذي انا ما نجمش نستناك حتى تعطي التعليمات نتاعك حاجتي بالفلوس تو يا مدام حاضر سي نديم تو نعمل مجهودي نديم ما عنديش فكره علاش انت حاجتك بالفلوس اما تنشوف الخزنه نتاعي قداش فيها بربي فماش واحد فيكم يفهمنيش قاعد يصير هوني اصبر شويه شيرين نديم ظهر اللي صارت حاجه خايبه تو نمشي ندبر لك الفلوس ونجي استنى مني تليفون تفهمنا نديم قولي شفما يا اخي هاي ما المصيبة شنو هالمصيبة شنو صار احكيلي أختي شنو صار لأختي شنو صار لأختي يا نديمة علي هكا هدي روحك شيرين هدي روحك هدي روحك تلقاو حل شنو صار لها خسرت لها حاجة بالحق ما نقوليش بها يا نديم شبها أختي أختك مخطوفة شيرين شنو علي يخطفوا فيها أختي شنو يحبوا من أختي علاش يحبوا منها يحبوا على فدية تفهم فيا يحبوا على الفلوس هذاك علاش انا طلبت الفلوس هذيك نقعدك باش ندبر الفلوس هذوك من منع جميله تفهم فيا نحبك تعطي فيا ثقه وغزول لي شيرين حتى حد ما لازم يسمع بالموضوع هذا لا بوليسي لا حتى حد مهم برشا اللي قاعد نقول لك فيه لازمك تسمع وتفهم وبالكذا بالكذا يعيشك تفهم فيا سينو جميله تضر تفهمنا ادخل سي نديم جبت لك الفلوس اللي في الخزنه الكل اما راهم ما يكفيوش باه يا ربي توا تجيب لي الادريسه نتاع البي دي جي نتاع البنك اللي نتعاملوا معاها وين تنمشي له حاضر سي نديم اختي